السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا جميعا، أرجو أن تكونوا جميعا بخير. اليوم قد عدت لكم في فيديو جديد، وقد جمعت لكم عدة مقاطع تظهر فيها شخصية مرعبة في عالم غامبولي المدهش، وأظن أن جميعكم يعرفها بالمهرج المرعب وما علاقته ولما يستمر في مراقبة الجميع. لقد أحضرت اليوم هذه المقاطع من أحد القنوات، ولذلك سوف أظهرها لكم، ولذلك سوف تشاركوني آراءكم. ما يكون هذا الشيء أو هذا المهرج؟ هل هو إنسان أو شبح أو شيء من ذلك؟ لكن قبل أن نبدأ، اشتركوا في القناة واضغطوا على زر الجرس لمتابعة كل جديد، وهيا بنا يا أصدقائي. الشيء الغير المفهوم هو لماذا يواصل الظهور في برامج الكرتون، خصوصا غامبول. وآسف لأني قلت برامج الكرتون، فهذا هو البرنامج الوحيد الذي يتواجد فيه المهرج. لكن ما السبب؟ وهل له علاقات مع شخصيات أخرى من عالم غامبول؟ سوف نعرف هذا في الفيديو الآخر، لذلك أفكر في أن أجعلها سلسلة. ما رأيكم أنتم؟ فشاركوني نظرياتكم عن هذا المهرج، وماذا تعتقدون في رأيكم أن يكون؟ لذلك سوف أنهي هذا الفيديو بأن تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس، والسلام عليكم.